يا هلا فيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج بدون زعل. ضيفي لهذا اليوم ممثل محترف وفاهم ودارس مجاله. بالله عليك اول شيء قبل ما ابدا ايش موضوع الشنغال؟ انا ما بس شفته ناقص عندك عبيته. هل في رساله او هدف الثوره تقدمه؟ لا والله بس الترفيه. وتلاقي هذا المنتقد يتابعك اول باول. انا في عندي ناس مثلا ما نطيقهم في الانستغرام، بس الانستغرام صار لك حاجه اسمها انفولو. بدون زعل ترقبوه ان شاء الله، بيكون في العيد ان شاء الله مع المقدم الكبير مؤيد.